And fire. كمل. ارميهم كلهم. تتوضعوا علي. يس. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، معكم ضابط عزام من قناه الشرطه والامن. في هذا الفيديو بنتكلم عن المسدس اللي وعدناكم نعمل عنه الفيديو الكامل بكل التفاصيل اللي حصلنا عليها، اللي هو مسدس البرنو الاف كي برنو الفيلد بيستول، اللي هو المسدس الميداني من شركه برنو. وهذا المسدس التشيكي المصنوع في مدينه برنو. برنو اللي هي مدينه رئيسيه في جمهوريه تشيك، هي نفس الدولة اللي بتصنع مسدس السي زي، لكن هذه الشركة لا تصنع مسدسات السي زي وإنما هي شركة مستقلة. تعالوا نشوف شو اللي موجود بالصندوق. بنلاحظ شكل الصندوق، شكل احترافي، ممكن وضع أقفال عليه من الجنب، ممكن السفر فيه في حالة لو بدك تنتقل من ولاية لأخرى أو من دولة لأخرى حسب قوانين البلد. لما نفتح الشنطة بنلاحظ معنا السلاح، وبيجي أيضا في مخزنين سعة كل واحد 16 رصاصة، بنتكلم عن هذا الشيء بعد شوي. وأيضا بيجي في الحبل اللي هو الحبل التنظيف السبطانة اللي نتكلم عنه باختصار، موجود عليه ثقل من طرف، وموجود أيضا عليه مكان للقبضة واللي تمسك فيه على أساس تخرجه من الطرف الثاني من السبطانة على أساس التنظيف. وبيجي أيضا فيه زي فرشاة نحاسية موجودة على قريبة من الطرف هذا. طيب الشيء الثاني اللي بيجي فيه بعد الصناديق بيجي فيها النابض، أيضا بيجي فيه مفاتيح سداسية وأشكال أخرى، وبيجي فيه أيضا سدادة بشكل اللي بسموها البرفلاي أو الفراشة، بنلاحظ عليها من هنا كيف بالنص في الدائرة، وأيضا من الأطراف شكلها مثل شكل جناح الفراشة، لهذا السبب بسموها الفراشة. هذه بتساعد للرماية على المسافات البعيدة، بتعطيك دقة يعني ممتازة جدا، عالية جدا. أيضا بيجي فيه دفتر الإرشادات. نشوف بالنسبة للمخزن، المخزن كله حديد، وأيضا بيجي عليه مكتوب عليه العيار من الخلف، أو من بيكون عليه العيار من الأسفل، بيتسع ل 16 رصاصة، لكن بدنا نشوف الميدان اذا هل يتسع ل 16 او لا. ايضا بيجي عندنا المسدس اللي هو مسدس معنى فارغ. شيء ثاني بيجي فيه اللي هو الجراب، بيجي جراب مفتوح من الاعلى ومن الاسفل، بيكون عليه ختم الشركة مثل ما احنا شايفين، وبيتسع فيه بهذا الشكل. وايضا رايحين نشوف بالفيديو لاحقا كيف في الرماية بيكون، لكن بهذا الشكل. ممكن وضع الحزام من الطرف الأول وإخراجه من الطرف الثاني مثل ما احنا شايفين على السلاح هنا، مثل ما بنعمل دايما. طيب نتكلم عن المخازن، قبل ما نتكلم عن السلاح نفسه نتكلم عن المخزن. بيجي فيه اللي بسموه الدبل ستاك، أو النظام فيه بيجي زي ازدواجي، فبيجي رصاصتين فوق بعض لحد ما يوصل ل 16 رصاصه، بسموه الدبل ستاك، مثل مخازن الجلاك على سبيل المثال اللي بيجي فيها رصاصتين من على فوق بعض. كذلك نفس الشيء في مخازن الام 16 الام 4 او حتى الاي كي 47 الكلاشينكوف، بيكون في نفس النظام اللي بسموه الدبل ستاك.
بدل ما تكون رصاصه فوق رصاصه على اساس تكون سعه المخزن قليله، بتكون دبل او مزدوجه على اساس تكثر سعه المخزن. السلاح بيعمل على نظام الاحادي الفعل او السنجل اكشن، فلما نضرب فيه بهذا الشكل مش راح، لو بتضغط الزناد بهذا الشكل مش راح يتحرك الديك، بيبقى بهذا الوضعيه. فلازم مثل مسدسات 1911 ومسدسات اخرى لازم يبقى لازم يكون بهذا الشكل، وممكن انك ترفع الديك للخلف او انك تسحب الاقسام مثل المسدسات الاخرى. فنظام السنجل اكشن ما بيجي منه دبل اكشن، كله بنفس النظام هذا. وهذا المسدس الوحيد اللي بيجي بالعيار 7.5 ملم. في ورد سؤال اذا كان في هاي المسدسات اخرى بتيجي بنفس العيار، الجواب لا. وهل هذا المسدس بيجي بعيارات اخرى؟ الجواب لا، لانه اسمه 7.5 او 7.5، فهو فقط بيجي بهذا العيار ومش بيجي بعياراته. مسدس مصنوع من مادة الصلب، وهو مصنوع عن طريق الخراطة، يعني ما فيش فيه قطع كثيرة، كلها مصنوعة باحترافية. والسلاح نفسه حوالي انتاجه بيستغرق 48 ساعة كل مسدس لوحده. بالنسبة للمعايير والمواصفات، طول المسدس نفسه 240 ملم او 9.5 انش. بالنسبة للعرض 25.5 ملم او 1 انش، 1 انش واحد. بالنسبة للارتفاع 136 انش بدون السدادة والشعيرة، او 143 ملم معهم. اذا كان مستخدم السدادة الاخرى تاعت الفراشة بيكون ارتفاعها 5.6 انش او 143 ملم. بالنسبة للوزن حوالي 1300 جرام او 1300 جرام او 46 اونصة. سعة المخزن 15+1 حسب الموقع الشركة، لكن على المخزن مكتوب 16 رصاصة. لما جربناه بالرماية فقط كان بامكاني وضع 15 رصاصة فيه مو 16، لا اعرف اذا كان هذا السبب لانه جديد او انه هذه سعته، لكن في اختلاف بالقول ما بين اللي مذكور بالويب سايت او كذلك اللي مكتوب على المخزن. الالوان، لون الفينش بيجي باللون هذا اللي هو الرمادي الغامق، و 6 انش او 152 سنتي. وبالنسبه لعمر السبطانه، هذا كثير من الاسئله جاءت على هذا الموضوع، في عمرين، عمر بيجي لمده لو لعدد كبير من الرصاص اللي هو 20,000، والعدد الثاني 30,000 رصاصة. فهذا بيختلف حسب الاستخدام. إذا كان للاستخدام العسكري أو الاستخدام الشخصي والرماية يعني المكثفة بيكون 20,000 رصاصة. أما إذا كان للمسابقات فبيكون 30,000 رصاصة، وبيكون كل سبطانة لها استخدامها. في سبطانتين تيجي فيها، فكل سبطانة بتختلف، واحدة للعسكرية أو للتدريب العسكري أو للعمليات العسكرية والشرطة، والنوع الثاني بيكون للمسابقات. أما عن الدقة، فيه الشركة بتضمن أنه يكون مجموعة الرماية أو اللي بيسموه الجروبينج لازم يكون مضمون أو بيكون مضمون من قبل الشركة على مسافة 10 سنتي أو أقل، إذا كانت المسافة الرماية 100 متر أو ما يعادل 100 متر. فيعني إذا ضربت فيه من 100 متر أو ضربت مخزن كامل، لازم الرصاصات تكون كلها في مجموع أقل أو قطره أقل من 10 سنتيمتر. وهذا الشيء مجرب، واللي بيحب يعني لما تجربوا هذا السلاح راح تشوفوا الدقة اللي فيه. السلاح هذا ما فيه ارتداد قوي جدا، السبب في ذلك انه في موجود هنا القطعه العريضه اللي ممكن من يعني من بعد يشوفها الواحد يقول انه في محطوط عليه ليزر او كشاف او حاجات اضافيه، لكن لا. عند الفك والتركيب راحين نشوف القطعه اللي موجوده بالاسفل اللي هي عباره عن الثقل، والسبب في وضعها هنا اللي هو على اساس لما ترمي في السلاح ما يعمل ارتداد قوي للاعلى ويحافظ على الدقه في الرمايه والاصابه. كذلك من الإضافات اللي بتيجي على مع هذا السلاح، يعني هذا بيكون شيء إضافي ما بيجي في الصندوق إلا إذا وصيت عليه، اللي هو الأخمص. فممكن تركيبه على السلاح على أساس تركيبه والرماية فيه كأنه كان يعني بندقية صغيرة.
لكن ما بيحتاج للأخمص لأنه الدقة فيه عالية جدا مثل ما راح نشوف في الرماية، وما بيحتاج للأخمص، لكن ممكن إضافة هذا الشيء إذا حبيت يعني أنك تستخدمه. So now we just shot with one hand, strong hand, gun hand, and support hand. Now we're gonna do this thing that I'm sure everybody's curious about, is how to shoot both guns at the same time, one-handed. Ready? Oh, 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 God. نتكلم عن محاسن ومساوئ هذا السلاح. دقيق جدا بالنسبة للمحاسن، دقيق جدا، سهل الاستخدام، السعة فيه عالية، وسهل السيطرة عليه والتحكم فيه، ممكن ترمي فيه بإيد واحدة وما يكون عندك أي إشكالات فيه. ضخم جدا، لكن وممكن هذا يعطي فكرة للناس إنه الرماية فيه صعبة. بقولكم لا، لأنه الثقل هذا اللي موجود فيه في الأسفل بيساعد على إنه ما يكون الارتداد فيه قوي، مثل ما يعني للوهلة الأولى إذا بتشوف، لما تشوف السلاح بتقول هذا الارتداد فيه أكيد راح يكون فيه قوي. نعم راح يكون فيه قوي، لكن مش بنفس الطريقة اللي يعني كأسلحة أخرى بعيارات أكبر، فسهل السيطرة عليه. الفك والتركيب فيه سهل مثل ما راح نشوف الفيديو. الشيء الثاني اللي ممكن أذكر محاسنه إنه الزناد فيه سلس وسهل الاستخدام، ما في أي إشكالات، مش ثقيل مثل كثير من المسدسات الأخرى اللي زي الدبل أكشن، لكن خفيف. الشيء اللي ممكن أذكره إنه ما عجبني فيه اللي هو المقبض من الخلف. المقبض من الخلف بيجي بشكل يعني له زوايا من الخلف، فهذا مع الرماية مع الارتداد يمكن ما يكون مريح شوي، لكن ممكن تلبس كفوف للرماية فيه. ومثل ما قلنا احنا يعني مقطع اخر من الفيديو، انه هذا استخدامه مبدئيا للعمليات العسكرية، وبلاحظ انه دائما العساكر بيكونوا لابسين، وفي العمليات الخاصة وفي الجيش بيكونوا لابسين كفوف، فهذا يعني هذه يعني اذا كانت هذه من احدى المساوئ ما راح تأثر على الايد في الرماية. هذا هو الشيء الوحيد اللي ما عجبني فيه. طيب من الحاجات الأخرى اللي من محاسن السلاح هذا اللي هو إنه أي إيد ممكن تسيطر عليه بدون إشكال، حتى لو كانت الإيد صغيرة بعض الشيء. نلاحظ في القبضة كيف شكله، حتى لو كنت تستخدم مثلا إيد واحدة ما بيكون في أي إشكال. Yes.